اليوم شفتوا تظاهره يعني اقتصاديه صالون هذايا صالون مهم، ولكن اليوم شفنا ان كان بزاف متعم اقتصاديين راحوا من المرحله انهم كانوا مصدرين ورجعوا منتجين، كانوا مستوردين ولاو مصنعين ومنتجين، دونك دو ستاد لامبورتاتور كي سون دوفني برودكتور. دونك اليوم يعني وشفنا حتى المنتوجات تاعهم منتوجات يعني ذو جوده عاليه، وكما واحد قلت له لو كانت تنحي الماركه تاع مادينا جين كتب بزاف تنحيها، قلت له تحسب منتوج يعني اجنبي. اليوم نمشيو الاكتفاء الذاتي في المنتوج هذا، لانه اليوم حتى يعني الانتاج اليوم ماهوش يعني يكفي يعني بارابور الطلبيه الجزائريه، ولكن يعني في المرحله الثانيه نمشيو للتصدير بعد الاكتفاء الذاتي. ولكن اليوم يفوا افوار ان تو دانتيغراسيون بلوز امبورطون، لان اليوم رانا في مرحله يعني تصنيع بالك صناعه تحويليه، ولكن ننجموا نروحوا للصناعه تاع الانتاج تاع المواد الاوليه باش تكون عندنا يعني لو طون دانتيغراسيون بوكو بلوز امبورطون. شوف كاع الانشغالات اللي طرحوها كنا نهضروا هو العقار الصناعي، يا على بالك ما تنجمش تكون عندك يعني صناعه قويه قال خالقه يعني الانتاج خالقه يعني اليوم المرحله المهمه لازم يكون عقار صناعي يكون يعني يفو كي سوا ديسپونيبل سا سي امبورطون. حنا ان شاء الله بارتي دو مان دوكتومبر المشكل هذا ان شاء الله ينطرح ان شاء الله ينحل، ولا بريوريتي ليهم لان الناس اللي راهي كاريه سي اون بريوريتي من المرحله تاع الكريات، واللي بروبريتير عند رزقها اي اون بو ديفلوبي لاندستري كي تكون عندك في رزقك. دونك مو جوبونس الحاجه الاولى كاع الانشغالات تاعهم انشغالات ان شاء الله ابارتي دو مواد اكتوبر العائق هذايا يسرى لوفي. كل من شركات من 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 البرتغال، من فرنسا، من الولايات المتحده الامريكيه، من المانيا، من تونس، من ماليزيا وعده دول اخرى، مع كل المتعاملين الجزائريين الاقتصاديين في هذا المجال. هناك اكثر من 70 عرض في هذا المجال، سواء في الخشب او في لي بانو كومبوزي كما نقولوا احنا لو ام دي اف ولا لو ميلامين وغيرها، او في الالات او في الفريزوز والتكنولوجيات الجديده. هذا المعرض الذي افتتح حتى اليوم ابوابه من 18 الى 21 سبتمبر في الجناحسي في الصنوبر البحري صافكس الجزائر. نرحب بكل الزوار والمختصين للاحتكاك فيما بعضهم البعض لنظرة على كل المنتوجات الجديدة والتكنولوجيات الجديدة للتحسن في هذا المجال، اللي هو مجال جد مهم في القطاع الاقتصادي الجزائري. جينا اليوم معروضين في هذا الصالون ألجيريا وود توك. هي هذا الود توك هذا معروف ومشهور لأنه يعطي دعم للإنتاج الوطني. هذه يعني رانا عايشين في الميدان يعني لو باساج من اون ايكونومي دامبورتاسيون الى درك يعني نشاط صناعي محلي، وحنا ككونفدراليه ارباب العمل لاكابسي نرحبوا بهذا الصالون، لان اولا يمد نظره حقيقيه تاع الصناعه والمستوى تاع الصناعه والنوعيه تاع المنتوج الجزائري. اليوم رانا حاضرين في المصنع في المعرض هذا يعني باش نعرفوا بالمنتوج تاعنا والمنتوج الوطني ونبينوا للزوار، ويعني زوار يعني كدي بروفيسيونيل ولا دي فيزيتور عاديين، نبينوا لهم باللي اليوم المنتوج الجزائري عرف قفزه نوعيه كبيره. هذا هو الهدف يعني من ناحيه بيان سور الجوده. الو هذا المعرض سين مشاركه الاولى حتى انا هنا في هذا المعرض سين بروميير. Ils nous ont orienté vers le salon parce que ça m'intéresse. Les collaborateurs qui font la même chose, la réalisation des meubles sur mesure. Et ce qui est intéressant le plus, c'est beaucoup plus les fournisseurs. Tu as la matière première, parce que la fabrication elle est algérienne, 100% algérienne. Tout à fait, bien sûr, parce qu'il y a des entreprises, des anciennes entreprises, ou des entreprises, on va dire, je dis, parce que 4 ans, c'est encore nouveau. Donc on s'échange l'expérience, on s'échange beaucoup de données au niveau du salon. Donc,
حنا شركه استغلت كازانيست، حنا في لا فورنيتور تاع لي فاساد بور لي كوزين بور لي دريسينغ بور لي موبل لي موبل دانتيريور. نديرو ثاني لي لو ريفيتمون مورال. الوغ المنتوجات تاعنا حوالي 80% منتوج محلي. عندنا حنا نديرو عندنا لي ماشين نخدمو بهم لو ديزاين تاعنا كيما راكم تشوفوا في هذه الكوزينه اللي راهي غير مورانا، حنا خدمناها بلي ماشين جاولنا. مؤسسه بانو الجزائر وهي مؤسسه مختصه في استغلال الغابات وانتاج الخشب الليفي ذات الكثافه المضغوط كون ابل اون فرونسي لو ام دي اف. هذه المؤسسه موجوده في ولايه الطارف، تتربع على مساحه 3 هكتارات، وهي مختصة في إنتاج هذه المادة الحيوية التي كانت تستورد من الخارج.